الشقة إلا بعد نقلهم إلى المستشفيات، وأحيانا جهات الوقاية المدنية هي التي تتكلم. الوضع تحت الكراسة النظرية محاط بسياج من الطمانات قانونية على المسطرة الجنائية، وبسياج من الإجراءات المصاحبة عن طريق المذكرات التي أطلقتها المديرية العامة. عميد إقليمي أحمد بن دحمان، يعني المديرية العامة للأمن الوطني. تتبعتم مداخلة حول المرجعية القانونية للأمن وحقوق الإنسان، وهي مداخلة أطرها السيد مبارك بودرخة، وألقى العرضين السيد شوقي بن يوب وزير الدولة في حقوق الإنسان. الموضوع تناول مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكانت مناسبة لإطلاع الحاضرين عبر نقاش تفاعلي عن كافة الإجراءات العملية الملموسة التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني أولا لتحصيل موظفيها من مغبة الوقوع في انزلاقات أو في انتهاكات قد تمس بحقوق الإنسان، ثم جعل ثقافة حقوق الإنسان لدى الشرطيين عقيدة وثقافة يجب تمثلها بهدف عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد. هذه الأبواب المفتوحة ديال المديرية العامة للأمن الوطني كتأكد على حاجة واحدة، أنه ما بقاش الأمن عازل عن المواطن، بالعكس أصبح منفتح عن المواطنة، وأصبحت الشرطي أو رجل الأمن المواطن، وهذا كيعطي واحد الفرق كبير حول السنوات الرصاص اللي عشناها احنا، اللي كانت الناس كيخافوا من الكوميساريات كيخافوا من رجال الأمن. الآن رجل الأمن لما كيشوف المواطن كيشعر بأنه مرتاح، إنه محافظ على أمنه، وعاد العلاقة الموجودة بين الأمن وحقوق الإنسان كما يقولوا مرجعات الأمن وحقوق الإنسان هي علاقة جدلية. ما يمكنش يكون الأمن بدون حقوق الإنسان، وما يمكنش يكون حقوق الإنسان بدون أمن، فهما مترابطان. ولكن هذا ما كيعنيش أن ما يمكنش يكون تجاوزات، التجاوزات غادي تبقى إلى يوم يبعثوا. نحن نتشرف بكماستر علوم جنائية ودراسات الأمنية بطنجة بدعوة كريمة من المديرية العامة للأمن الوطني بالسيد الحموشي. قد تقدم بدعوة إلى السيد الرئيس البيداغوجي أو الأستاذ الجليل أستاذ هشام بوحوص، منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية. جئنا اليوم لحضور فعاليات النسخة الثالثة للأمن. بطبيعة الحال حضرنا نحن وجميع الزملاء وبقيادة الأستاذ هشام بوحوص منسق الماستر. كان الموضوع يتحدث حول مرجعية الأمن وحقوق الإنسان. بطبيعة الحال كان يتحدث هناك مجموعة أو ثلة من الشخصيات المهمة، من السيد المدير السيد العميد الإقليمي السيد أحمد دحمان، والسيد الوزير المنتدب لحقوق الإنسان. استفدنا مجموعة من النقاط، كيفية العمل وما هي أهم التطورات أو المستجدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأمن. الاسم الكريم محمد المعلي، طالب بماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية الفوج الأول بطنجة. حضرنا اليوم مع طلبة الفوج ندوة بعنوان مرجعية الأمن وحقوق الإنسان. صراحة استفدنا الشيء الكثير بحضور ثلة من الشخصيات المهمة، من السيد الوزير المنتدب لحقوق الإنسان، وأيضا السيد الوالي الأمن عميد الوالي الأمن السيد أحمد دحمان. صراحة كان لنا شرف الحضور والاستفادة الجيدة. وكإشارة، نحن في الماستر العلوم الجنائية ندرس مادة حقوق الإنسان والحريات العامة كمادة أساسية للتعرف على كل حيثيات وشكليات والمساطر والآليات التي تعتمدها الدول في مجال حقوق الإنسان. وشكرا.